ليكن حديثنا دائماً عما لا صوت لهم وهم الأطفال. حياتهم دائماً معرضة للخطر. يجب علينا حماية هؤلاء الأطفال بتقديم الرعاية وتقديم النصح، وأيضاً تقديم النصح لوالديهم. إن كنت مهبلاً أو مقصراً في تربية أولادك فلا بد أن تراجع خطوتك التالية. هذه الدولة ناشئة وفتية، وجيلها الذي نعتمد عليه يجب أن يكون سليم صحياً واجتماعياً. خلونا نقضي كل دقيقة من حياتنا مع أطفالنا، خلونا نلعب وياهم ونكبر وياهم. هم اليوم يدوروننا، باكر يوم بنكبر نحن بندورهم عشان يكونون ويانا. نشتغل عشان نقدم لهم الحماية، ونعمل جاهدين أن هاي الحماية ترعاهم من كل السوء اللي يحيط بهم. عيالنا ما لهم صوت، خلونا نحن نكون صوتهم. نحن منو؟ نحن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. واجبنا أن نحن نقدم الحماية والرعاية، وقبلها نوعيكم ونقولكم ديروا بالكم على عيالكم.